أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا أن مرونة الدرهم ستحسن قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية. وقال فوروساوا الذي ترأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق خط الوقاية والسيولة، قال إن إدخال مرونة أكبر مؤخرا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز الوضع الخارجي للمغرب.